السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من قناة الواقع الفضائية. مع أخوي باسم، أهلا وسهلا، حياك الله، يمسيك بالخير. اليوم موضوعنا عن وقف اليتيم الأول تابع لمركز عمود التابع لمنطقة جازان، جمعية البر الخيرية. جمعية البر الخيرية، اهلا وسهلا بكم الاخوه والاخوات المشاهدين من خلف الشاشات، حياكم الله جميعا وعمتم مساء. مثل ما تفضل اخوي عبد العزيز، اليوم نتكلم عن الصدقات بصوره عامه وعن جمعيه البر الخيريه للايتام بوادي عمود التابع لمنطقه جيزان. تفضل اخوي عبد العزيز. الصدقه هي الربع، الصدقه لا تنحصر على المال بل باللبس، بالمال، بالماء، بال الماء والمال، وما نقص من مال فصدقة. الحين بدعي كل واحد يا الربع باسمه يجي يستلم هديته ويتبرع بها اللي يبغى. ما نقدر نذكر اسم الهدية اللي بتوصل له، لكن كل واحد يهديها اللي يبغى. طيب فارس الحربي، السلام عليكم. السلام ما شاء الله على هذه الفقرة. نبيك تقول كلمة أول شيء قبل ما أولاً كلمة. طال عمركم أخواننا الأيتام يستحقون منا وقفة وصدقة، وما لهم إلا الله ثم حنا. فإذا ما وقفنا معهم من يوقف معهم؟ لأن سبحان الله فيهم طال عمرك اللي إن شاء الله بيصير الدكتور والطيار والمهندس بيصيرون طال عمركم يخدموننا في المجتمع. صحيح، ونستفيد منهم طال عمرك، وعسى الله يقدرنا على فعل الخير ان شاء الله. الله يرحمهم كل. هذه ورده لو تهديها احد من اخوانك. من تهديها؟ هذه اهديها طال عمرك لكل من يحب فارس. يا سلام. سواء من اهلي او من المتابعين. يا سلام. طيب. والان اهديها لاحد اخوانك المتسابقين. مصمل يعني؟ مصمل ان شاء الله. طيب راشد بديهم بشويش بالفيديو. اوكي انس، ودنا بعد اذنك يا عبد العزيز يعني كلمه سريعه لهم، الحين كلمه سريعه عن الوقف. والله انا اقول الوقف هذا يخدم الايتام، والله الله بالبذل الجهد لهم بما تستطيع من مال او من نشر او من حتى لو في قروب اخوياك، انشر الرقم حق التبرع هذا، فلعل ان شاء الله تصير سبب ان شاء الله في تقفيل هذا الوقف باذن الله. صحيح. عندك هديتي سم. الاولى تقدر تتبرع بها، الثانيه بتشوفها بايدك. ابشر طال. هذه طسرامه اهديها لكل يتيم في هذه الحياه، واقول له هذه ورده ان شاء الله باذن الله انها تليق بمقامك باذن الله، وابشر بسعد وحنا معك باللي تبه باذن الله. طيب صفقه كل اخويك. طيب عطنا المقطع يا راشد، صورة من فريق دعمك. الله يطول أعمارك. تقرأها بصوتك قوي. أوكي أبشر. إيه وش علومك؟ والله بخير أبشرك. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، تصدقوا فإن فضل الصدقة عظيم، فاليوم تعطي وغدا ستأخذ وما أعطيته. أرجع يا راشد، خليه يكمل يا أخي، باقي ما يكمل وراشد. أيوه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، تصدقوا فإن فضل الصدقة عظيم، فاليوم تعطي وغدا ستأخذ، وما أعطيته في الدنيا ستجده في الآخرة أمامك. دعم أنس الميموني. الله يجزاهم خير ويبيض وجيههم، ولعل هذه إن شاء الله بإذن الله حجابا عنكم عن النار بإذن الله، وبإذن الله أنها تنفع بها، الله ينفع بها إن شاء الله بإذن الله. وشكرا جزيلا. أشكر أخوي أنس. الله يطول عمرك يا صفقة يا أخوي. محمد المسردي، السلام يا مرحبا ومسهلا. الله يحييك. حياك الله. ابو شبيب، اولا امسي على الساده المشاهدين بالخير والمسرات، واذكر بالوقت مثل ما تفضلوا اخواني، المال مال الله، كلمه دائما انس لنا، المال مال الله يا اخوان، المال ما راح يذهب معك. تبرع، اعمل لاخرتك، اعمل اليوم لاخرتك، كلنا مقصرين. ما في اجمل من انك ترافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه. الرسول يقول انا وكاف اليتيم كهاتين، اشار للسبابه والوسطى. هل في اجمل من انك ترافق رسولنا الكريم في جنات النعيم؟
تبرع عن اخوك، اعمل لاخرتك، اخواننا الايتام في حاجتنا وحنا في حاجتهم. ابي ورده مصمل يا صامل. الورده هذه طال عمرك. طيب من تعطيها؟ هذه اعطيها طال عمرك فريق دعمي، فريق الرواسي، واقول لهم اني احبكم مره، واقول لهم انشروا وقف اليتيم الاول اكثر من انكم تنشرون لمحمد المشردي. انت الراسي يا ابو شبيب. الله يطول عمرك يا حبيبي واخوي. طيب تفضل يا اخوي. ما في مقطع منا لا 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 بيجيك مقطع، بيجيك مقطع. شباب الله شوف اذا نزل خويكم صفقوا له يا شباب، اعطوا معنويه صفقوا له. تقعدون كذا بس تعاينون كذا نايمين انتم نايمين. طيب قبل خلي الورده لبعدين يا اخي. قبل تاخذ اسم بتكلم انا. تفضل اخوي انس. انا باخذ ورده.